At the confluence of Flung River. Water that carries sediments with the sea landform, which is called species formed. هلك بصيغة تانية عشان الصيغة دي جديدة عليكي. شكل تروينجل شيب، في هنا ريفر وفي هنا سي. ساند ديونز. لا لا، دلتا. دلتا، صح كده؟ شكل السؤال ده غريب، عشان كده لازم تعملوا عليه نجمة وتحفظوه. معناه ايه بقى؟ بيقول لك اول ما الريفر النهر يقرب من السيدمنت بتاعه البحر، الارض دي بنسميها ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش ده نهر اهو ريفر، اول ما قرب من الحته الفاضيه اللي قريبه من البحر عمل ايه؟ عمل دلتا. تمام؟ فشكل سؤال 70 غريب عليكم، اعملوا لي نجمه. يلا يا حنين 71. Most canyons are formed due to erosion. What the first type of forming canyons? أول خطوة بتحصل في الكانيون. نمبر ايه؟ برافو عليك، شطورة جدا. ان بيكون عندنا ماونتين كبير او روك كبيرة يبدأ النهر يدخل عليه. الووتر موف اوفر روك، بتمشي فوق الصخور، تبدأ تعمل كراك تكسر فيها وتعمل قرودة تاكل فيها. هو ده اول حاجة بتحصل في الكانيون. ايه يا عمر؟ انت اللي عليك، يلا 72. اوكي، انا كنت عايزه اسال سؤال. اتفضل. هو انتوا ليه بتقول عليها نمبر ايه ولتر ايه اولا؟ هو بنعمل عربي على انجليزي. الشعب المصري يحب يدخل لغتين في بعض. اوكي، which of the following land forms in step and form due to power of flowing water erosion? هو يعني plants. Pending. هنا في 72. 72. Which of the following land forms؟ يعني أي من شكل الأرض اللي قدامك ده بيحصل عن طريق الأروجن، ووتر أروجن كمان. مش فاهم برضو. شكل من أشكال الأرض بيتكون عن طريق الووتر اروجن، يعني اكنك كانيون. كانيون، ايوه. مش الكانيون بيكون جبل والميه بتدخل عليه بتعمله، صح؟ اه اوكي، بس كده. يلا يا سين، ماشي. The presence of sand dunes or the deposit in erosion tells is that they are. السؤال ده صعب شوية، هحله معي. وجود الساند ديون اللي هي الكثبان الرملية or deposit in a region، منطقة تعرضت لعملية الديبوزيشن، ده بيخبرنا بإيه؟ بيخبرنا إن الحتة دي حصل لها إرودة in another place. مش احنا اتفقنا ان انت عندك اول حاجة بتحصل هي الويزرين، تاني حاجة بتحصل هي الاروجن، اخر حاجة خالص بتحصل هي ايه؟ الديبوزيشن. تمام؟ السؤال ده اعملوا عليه نجمة برضو يا شباب، السؤال ده مهم برضو. يلا يا معتصم.
the shape of the Milky depends upon all of the following factors except شكل البلي. الشطارة دي يا عم شطور. شكل البلي بيعتمد على كل اللي قدامك ما عدا حاجة واحدة. احنا قلنا البلي بتتأثر بشكل الصخور، بتتأثر بسرعة النهر، بتتأثر بحجم النهر، لكن ما قلناش سايد اوف روك خالص. يلا يا جنى. جنى مش 75 ايه يا مس؟ A canyon may be formed due to the effect of weathering and erosion. بالله يا رب. Weathering and erosion. شطور يا جن. يلا يا روزينا. The map the main difference between valleys and canyons that valleys have. فرق ما بين الكانيون والفالي. Great depth. Great depth. برافو. ايه الشطارة دي؟ ان الفالي عندها great depth. تمام. نوقف لحد هنا. انتوا حلوا من 77 لحد 88 homework. نبدأ نحل اللي صح. يلا يا حنين صفحة 11 سؤال 16. Sand travels for a short distance when wind blows with a great force. لما الرياح بتهب جامدة جدا الساند تنقل مسافة صغيرة؟ لا تنقل مسافة ايوه long distance. برافو عليك شطور. يلا يا عمر يا رجل. اوكي يا مس. A canyon is formed due to the effect of water stream on a flat land. لا ليك ما بتتكون فين؟ جوه الجبل. الكانيون مش بيتكون جوه الجبل؟ اه مش فاهم. هنا بيقول لك الكانيون بيتكون على فلات لاند صح؟ نعم. غلط الكلام ده. غلط ان الكانيون مش بيتكون على فلات لاند، بيتكون جوه الجبل. جوه الجبل. يلا يا ياسين. مش هجاوب. يلا 62. وادي الحيتان has always looked as it does now. شكل وادي الحيتان زمان زي شكله دلوقتي؟ فولس. برافو. ما الزمان كان ايه؟ كان في ميه. برافو عليك كان في بحر. يلا يا معتز 63. اوكي. rivers causes less erosion of rock than small stream falls. برافو عليك. river cause مش less لا more erosion
يلا يا جانا. Sand dunes are formed by erosion only falls. طب عليكي erosion and weathering. يلا يا هزين. كله فول. مش عارفه كله فول. طيب رزين. انا دايما هقول كده اروح جاي احل السؤال اللي بعده يبقى ترو. ايوه فعلا. هنا رونج. اقراي طيب. Deltas are formed as a result of deposition. ايه رايك؟ هو الدلتا مش في هو واحد دلتا مفيش كذا دلتا صح؟ ماشي الدلتا دي اتكونت بالديبوزيشن. هي فعلا اتكونت بالديبوزيشن. احنا قلنا الديبوزيشن كون الدلتا وكون وادي الحيتان. ايوه ثواني يبقى صح؟ فورمد. اوكي يلا يا حنين. حنين ايامي 66. A canyon may take 1 year only to be formed. هل الكانيون بياخد سنة واحدة بس؟ قلتي ايه؟ فولس. فولس برافو عليك. ياخد مليونز اوف ييرز. ملايين السنين. تمام. هو تريليون. تريليون. خد من اول 67 لحد 72 هوم ورك. ميس الاولية هوم ورك التيكة دي. عشان تذاكروا. عشان انتوا الكونسبت ده محتاجين تذاكروه كويس جدا. عشان احنا كنا في رمضان وانتوا في رمضان ما كنتوش بتذاكروا. نقفشاكوا يا سنه رمضان. عارفه انتوا بتعملوا يا ميزه في حد يا ميزه بيذاكر في رمضان مثلا عشان كده خليكي تذاكري الورق. يعني احنا بنصوم واحنا نذاكر ازاي يعني مثلا. يا سلام ماشي. يلا صفحه 15 سؤال 51. انا كنت بذاكر في رمضان. شطور انت اشطر كتكوت. اللي بيذاكر في رمضان شطور عشان بياخد ثواب. نعم عندي 45. يلا جاوب. 45 لغاية 51 هما. يلا بس صفحة 15 سؤال 51. آمين. عمر رجب. مين؟ It is a special type of valley which its sides are steep. كانيون. لا امها اسمها ايه بقى؟ نعم دلتا. ايه منطقة ما بين الجبلين في النص. جبلين مش دلتا. لا منطقة خضراء. ارض خضراء. أرض خضراء. أم الكانيون. كانيون. اسمها إيه؟ أمها بقى. أمها اسمها إيه؟ حد جوابها اسمها فالي. فالي. ماشي. فالي. ميس أنا مش عارفة سؤال 45 و 46 و 47. أبعتولك حالا أهو. بعت لك الحل بتاعه. حلي بس. يلا يا ياسين. It is a special type of valley which its sides are steep. Canyon. طب عليك. كانيون.
يلا يا معتز. It is a special type of which it's the sides are steep. It is the land from that is formed by the of ترجم حضرتك معني مايك اون طول ايه؟ يقول لك it is a landform formed by effect of weathering and erosion بواسطة ال wind وال water و other factors. منطقة داخل الجبل ايه اتعملت بال weathering وال erosion. اسمها ايه المنطقة دي؟ معتصم اسمها وادي الحيتان. ايه؟ وادي الحيتان. لا لسه كنا قايلينها فوق اهي. اسمها ايه؟ كانيون. بالظبط كده كانيون. يلا يا جنى. Number 54. It is a very large and steep canyon which is found in the United States of America. اسمه ايه بقى الكانيون ده؟ اللي هو جد الكانيون اسمه ايه؟ فالي. لا جد الكانيون جده. انت بتقولي تيتا ايه او جده؟ جراند كانيون. ايوه برافو عليكي. جراند كانيون. جراند كانيون. برافو برافو برافو. جراند كانيون بنفتكرها بست على طول او بجد. ماشي. ايه كل اللي رافعين ايديهم دول عايزين ايه؟ عايزين ايه يا شباب؟ عايزين ايه؟ سمع حاجة. سامعني كده كويس؟ ميس وصلت ولا انحرفت؟ سامعني كده كويس؟ اه يا ميس. اه يا ميس. ميس حصة فصلت ولا انحرفت؟ لا ده هو خرجني انا. النت خرجني انا بدل ما يخرجكم انتوا خرجني انا. وخرجني انا كمان يا ميس. برضه؟ طب يلا جاوبي 55. ماشي. process by which the wind curves the rocks into different shapes. Miss. نعم. نعم يا عمر. يعني ايه؟ جانا جاوبت في دوري. جانا جاوبت في دورك ازاي؟ مكتوب على الشات. انا لو مش ظاهر لي. لا بعتها لي عامله قال لي انا برايفت فكاتبه لي فالي. اه طب خلاص ولا كذا ما نوصل لدورك ونشوف بس الاجابه ايه. ممكن تكون هي مجاوبه غلط عادي.
يلا يا روزينا في السؤال. مجاوباه صح، كاتبه فالي. هي انت انهي سؤال اصلا؟ لا لما كنت بقول it is 52. لا 53 لما 52 لما قلت it is a special type of valleys which its size of step. طب ده كان الكانيون، ده كانيون مش فالي. لا حضرتك كنت كاتبه فالي. فالي في 51 مش 52. مش هي. يلا يا روزينا. ميس يلا يا روزينا. ماشي. يلا يا روزينا 55. It is the process by which the wind carves the rocks into different shapes. عندك في المنهج 3 بروسيس. ايه هما ال 3 بروسيس؟ أول حاجة الوزرين، ثاني حاجة الوزرين، ثالث حاجة ديبوزيشن. تمام. أنت عندك هنا بيقول لك إيه؟ حاجة بتنقل الروك من منطقة لمنطقة، بتغير شكلها، اسمها إيه بقى؟ ميسا أنا مش طالعة حضرتك معاني كده. طيب كده سامع حضرتك. ماشي. بقول لك انت عندك ثلاثة بروسس، ويزرنج، اروجن، ديبوزيشن. تمام. عندك هنا بقى دي انهي واحدة من الثلاثة؟ اروجن. اروجن. الشطارة دي اروجن. يلا يا حنين 56. They are sentinels who study rocks. يعني عالم بيحب دراسة الصخور، اسمه ايه العالم ده؟ انا كنت فاكر اسمه، فاكر معناه ايه. جيولوجيست. برافو عليك. ايه الشطارة دي يا ست؟ جيولوجيست. كتابة على البورد، كتابة معوقة، كتابة معوقة والله العظيم. واضحة بالنسبة لي. ايه؟ ماشي يا سيدي، خدوا الثلاث أسئلة دول واجب من 57 لحد 59. نخش على الجيف ريزن اللي انتوا بتحبوه قوي. انا بحب الجيف ريزن ولا ذا رايت ذا ساينتفك تيم اصلا. دول اكثر حاجه بكرههم في الساينس. ماشي ماشي، تعالوا نحل من الاخر. مش انا المفروض ان احنا وقفنا عند 9 و10. ايوه انا هحل من الاخر لحد ما نوصل بقى للاول. المفروض نحل الرقم 13. ميزة انا مش بحب ردها لما حضرتك بعت لي ريزوليوشن. ايوه انا عارف. احنا نحل حضرتك تعملي بيوت لينا كلنا. ما انا هعمل كده فعلا، محدش يتكلم بقى. عمر رجب يتكلم بس. ايوه هش. سؤال 34. يلا يا عمر. Geologist study the layers of rocks in the canyon walls. ليه العلماء بيدرسوا طبقات الصخور بتاعت الكانيون؟ عشان يعرفوا information to get أيوة. information. برافو عليك. برافو عليك. Of the rocks of the canyon. برافو. اكتبوا بقى يلا. To learn to learn information of the rocks of the canyon. ميس مش المفروض نحل سؤالين؟ ايه خلاص المفروض نحل سؤالين. ما انا بحل من الاخر للاول، عكسنا بس. هاي
عمر. اكتبوا الإجابة بتاعت عمر. رقم كام؟ سؤال 34، آخر سؤال في الجبريز. To get the information of the rocks in the canyon. كتبتوا؟ لا. طب اكتب. لا. اكتبوا. كتبت يا ميس. شاطر. أنا ما كتبت. To learn information. To learn information of the rock. ميس أنا كتبت تو. ميس. تمام. لحظة واحدة. To get information of the rocks of the canyon. ماشي. To learn. information اهي تكتبوا بقى الحته دي of the rock in the canyon. ميز بعد information اهي اللي انا عملت على السبوره of rock in the canyon. لا information اللي كانت ما تتكلموش مع بعض. قولي يا جنى. أنا أقصد بتاعة الانفورميشن اللي هي أول واحدة اللي هي to get information. أيوة اكتبي بقى اللي أنا عاملة عليه خط أحمر ده. Of the rock in the can. عايزة إيه يا روزين؟ كنت بقول يا ميس ان احنا ممكن يا ميس ناخد يعني في كذا كذا سؤال يا ميس يعني ممكن فاهم. مش فاهمة تقصدي ايه. مثلا كتبت الإجابة على الشات عشان يشوف. طيب ماشي. يلا ياسين 33. Geologists study the levels of sediment in rock formation. نفس الإجابة. نفس الإجابة بتاعت عمر. اكتبوا نفس الإجابة بالظبط. عشان يعرف معلومات عن طبقات الصخور. انا كتبتها to learn information the rocks in the canyon. لا مش rocks in the canyon بقى، تبقى layers of sediment in rock. انا كتبت انا عندي to get information of the rocks of the canyon برضه صح؟ ماشي بس الاحسن اكتب اللي انا عامله عليها ده يرحمه. ميس عمر علي غير دلوقتي ما دخلش، مش عارفة عنده مشكلة جامدة في النت مش عارف يدخل، عشان كده بسجل الحس. يلا يا معتز 32. Thirty-two. Growing on both sides of small canyons. ليه يا ترى الزرع الأخضر بينمو جنب الكانيون؟ قلنا الكانيون جواه ميه صح، والميه دي لو انت فضلت سايبها هتطلع زرع صح كده. يبقى اكتبوا due to
due to نعم يا ميس due to بنجاوب 32 due to due to يا ميس of water بسبب وجود المية. المية هي اللي بتخلي النباتات والشجر يكبر. ميسي يا اجابة ايه تاني من الاول؟ هي على الشاشة. ايه من الشاشة؟ وانا مش شايفة. ميس انا هكتب يا ميس على الشات. اهو حلوة كده. اهو. ماشي برافو عليك. ميس انا نسيت اكتب حاجه لحظه تو لو ووك اها اهو انا كتبتها صح دلوقتي برافو عليك يا ام شطوره يا حبيبي ميس 33 ميس انت تكتبي 33 يا ميس معلش حاضر بكتبها اهو ميس النهارده اخر حصه يا ميس عارفه هتوحشيني يا ميس انت والله ميس حضرتك بتدي سنه خمسه يا ميس لا ميس حضرتك قلت 34 to get information of the rocks لسه بكتب اصبر عليا سيبني اكتب هو ال 33 و 34 نفس الحاجة بس الاختلاف في اخر حتة افتكرت ان انا كتبت غلط هو حضرتك هتعملي مراجعه لل انا مش بعد بكره يا مس عندي عربي وصايم قصدي بكره بكره مش انا امتحان يوم الاحد ايوه امتحانكم كلكم يوم الاحد امتحانكم كلكم يوم الاحد صح كده اوكي وكلنا امتحاننا امتى تاني؟ انا خمس ايام برناجة ما زهقتوش مني؟ لا ما زهقتش ولا لا سيبكوا تذاكروا ياسين ده انا بحب تذاكروا في اليوم ده الفعل. عشان هترجعوا تعبانين اصلا من امتحان العربي مين اللي عليه الدور؟ يلا يا جنى 31 لا انا عايز اخلص خلاص هاند the oldest rock layers of وادي الحيتان contain fossils of whales ايه موجود فيها عظم حيتان عشان زمان كانت ايه أنا عارفة بالعربي قولي بالعربي يا أنت علشان زمان الحيوانات اللي كانت فيها لما مات جسمها اتحلل وتحولت ماشي وعشان برضو زمان كانت الحتة دي فيها بحر صح؟ اكتبوا يلا بقى because in the past a deep sea was excited
مس احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله بعد خلص الساعة وين ثلاثة ونص أربعة نقلت السؤال يا سنة رابعة. يا عيال رحتوا فين؟ أيوه في كلمة guided نقلت 31؟ المفروض في كلمة excited دي أيوه بس المفروض بعد الـ X يبقى في C. مش هو المفروض الحصة خلصت ولا لسه؟ هو كتبها فاضل 10 دقايق. 10 دقايق الكيبورد ما كتبش الـ S. يلا بقى ننقل نحل واحد ماتش. ماشي يا ميس. بتحبوا الماتش طبعا صح؟ طبعا. انا مش بحب حاجه غير الجيب ريزون. ماشي يا عم.